The recording has started. بسم الله الرحمن الرحيم، على بركة الله نبدأ المحاضرة الثانية إن شاء الله. Early Embryonic Development Series Lecture 2. هاي الأوبجيكتيفز، راح ننتقل مباشرة للمحاضرة. بالمحاضرة السابقة ركزنا بشكل كبير على البلاسنتا فورميشن، وهذا الشيء صحيح لانه مثل ما قلنا البرايورتي بالبدايه هي وين؟ للبلاسنتا. بالمحاضره هاي راح نرجع للديسك اللي ما تكلمنا عنه، الامبريونيك ديسك اللي بس قلنا انه كان امبريوبلاست، وراح يصير انه بالاسبوع الاول، بالاسبوع الثاني راح يصير الامبريوبلاست امبريونيك ديسك او باي لامينر جيرم ديسك، تتكون من ايبيبلاست اند هايبوبلاست. هسه نتكلم عنه بتفاصيل اكثر. طبعا هنا تفاصيله وين تبدي؟ بالاسبوع الثالث. تفاصيله وين تبدي؟ بالاسبوع الثالث. طبعا الاسبوع الثالث ممكن نسميه ويك اوف 3، مثل ما كان ثريز، مثل ما كان الاسبوع الثاني ويك اوف 2، باعتبار انه الانر سيل ماس راح تكون لنا ثلاث طبقات بدلا من طبقتين، والتجاويف الاربعه اللي كانت راح تبقى منها فقط ثلاث تجاويف، باعتبار الاكزوسيلوميك سيست راح تروح ويبقى فقط الكوريونيك كافيتي والامنيوتيك كافيتي والسكندري او الديفينيتيف يورك ساك، فلذلك ممكن نسميه ايضا ويك اوف 3. ويك 3 اوف ديفلوبمنت، طبعا الامبريونيك بيريود تبدي من ويك 3 المن الى ويك 8. هنا ممكن راح نقول انه الاسبوع راح شغلنا بالاسبوع الثالث والاسبوع الرابع، جزء من عنده بالبري امبريونيك بيريود كلامنا، وجزء الاخر بالامبريونيك بيريود. المحاضره السابقه كل كلامنا كان وين؟ بالبري امبريونيك بيريود. اي ايفنت اجيب لكم سؤال عنه اقول لكم هذا بيا بيريود، انت تقول لي بالبري امبريونيك بيريود. هذا وين كنا نتكلم؟ بالمحاضره الاولى. اما المحاضره الثانيه فجزء من عنده بالبري امبريونيك بيريود وجزء راح يدخل بالامبريونيك بيريود. شنو تعريف الامبريونيك بيريود؟ بيريود اوف اورجانوجينيسيس، معناها تكون الاعضاء. جينيسيس تكوين، اورجانو اعضاء، اورجانوجينيسيس تكون اعضاء الجنين. طبعا this period او embryonic period is the period of greatest changes، تغيرات حاده وكبيره. All major structures and systems are formed، اغلب أجهزة الجسم وأنسجتها ومكوناتها راح تتكون بهاي الفترة. Most perilous for the developing child، جدا مؤثرة على حتى تطور الطفل لاحقا، لأن هاي الفترة راح تتكون بها أجهزته، فأي خلل ممكن يصير بها راح يبقى مع الطفل إلى نهاية عمره. زين، مثل ما قلنا the week of threes راح نسميه باعتبار وجود three cavities اللي هي chorionic cavity و secondary yolk sac و amniotic cavity، وأيضا the two layers اللي هي epiplast and hypoplast راح تصير لنا three layers: ectoderm, mesoderm and endoderm. العلامة المميزة والفارقة، ممكن أجيب لك سؤال شنو أهم حدث يحدث بالأسبوع الثالث؟ راح تقول لي الغاسترولايشن. الغاسترولايشن شنو؟ هي process of establishing the three germ layers and hence the origin of all tissues of the body. يعني شنو؟ ال two embryonic disc او البايلامينر disc اللي كانت بالاسبوع الثاني الابيبلاست الهايبوبلاست راح تكون لنا راح تتحول الى three germ layers. فالغاسترولايشن هي شنو تعريفها؟ formation of three germ layers اللي هي ابيبلاست ectoderm, mesoderm and endoderm.
فهاي 3 طبقات تكوينها بالاسبوع الثالث، العمليه مال تكوين هاي الطبقات نسميها شنو؟ جاستروليشن. فراح تكون لنا تراي لامينر ديسك مكان ما كان باي لامينر. ايضا set the axis observed in the adult، هو مو ديسك، الجنين على شكل ديسك، ما نعرف راسه من رجليه من يمينه من يساره. بهذا الاسبوع بالاضافه الى الجاستروليشن تكون لنا 3 طبقات، ايضا ظهورها وظهور علاماتها راح يميز لنا وين الجزء الاعلى وين الجزء الاسفل من الجنين، وين الجزء اليمين وين الجزء اليسار من الجنين، ايضا وين الجزء الامامي وين الجزء الخلفي من الجنين. نجي How does gastrulation begin؟ شلون راح تبدا هاي الجاستروليشن؟ شلون راح تتكون هاي الطبقات؟ تتكون بانشاء ميناء، هذا الميناء نسميه primitive streak، تقريبا يظهر بيوم 16 من عمر الجنين بداية الأسبوع الثالث، اسمه primitive streak. هذا primitive streak يظهر لنا بالإبيبلاست. وين يظهر؟ بالإبيبلاست، في جزء من الإبيبلاست إذا ظهر به فهذا معناه أنه هذا الجزء هو caudal part of embryo. caudal معناها الجزء الأسفل من الجنين، فهو عبارة عن ديسك الجنين يتكون من طبقتين الإبيبلاست وهايبوبلاست. نجي بالإبيبلاست، راح يظهر خط في جزء من الإبيبلاست نسميه primitive streak. من ظهر هذا الخط بهاي المنطقة معناها هاي المنطقة هي منه caudal area، مو سيفالك، مو الجهة الرأسية، مو كرينيال، مو الجهة القحفية من الجنين، وإنما الكودل، الجهة الذيلية أو الجهة السفلى من الجنين. ظهور البريميتيف ستريك هو علامة بداية الجاسترليشن. إذن أهم حدث يحدث بالأسبوع الثالث هو الجاسترليشن. شون نبدأ الجاسترليشن؟ بتكوين البريميتيف ستريك. وين مكان البريميتيف ستريك؟ In the caudal part of the embryo, of the embryonic disc. وين يظهر؟ يظهر بالإبيبلاست. شنو هذا البريميتيف ستريك؟ هذا البريميتيف ستريك عبارة عن ميناء للهجرة، عبارة عن ميناء لمهاجرة خلايا، جزء من خلايا الإبيبلاست تهاجر خلال هذا الستريك اللي هو مثل النفق اللي راح يصير أو الفتحة، فراح يصير migration يعني هجرة، وinvagination تدخل داخل البريميتيف ستريك حتى تكون تحت من؟ تحت الإبيبلاست. وسنستمر. شوفوا أعزائي، هذا الجنين إذا تتذكروا يتكون من الخلايا اللي لونها الأزرق سابقا لوناها اللي سميناها إبيبلاست، وهاي الخلايا الأسفل اسمها هايبوبلاست. التجويف اللي يعني إذا أنا موجود بي راح أشوف فقط الإبيبلاست هو الأمنيوتيك كافيتي، تخيلوا ياي، والتجويف اللي يشوف فقط الهايبوبلاست هو البريميتيف يوكساك أو primitive yolk sac او السكندري يولك ساك بعدين لاحقا اللي هي هنا صارت سكندري يولك ساك طبعا مو primitive. زين، فهاي هنا الاجز المقطوعه، شوفوا هنا cut edge of amnion، هاي هنا قطعناها حتى نظهر فقط الديسك حتى تكون واضحه، بينما هنا wall of the yolk sac of definitive yolk sac. هذا الديسك مغطى بكره كبيره هنا اسمها amniotic cavity، وكره اخرى كبيره هنا اسمها الديفينيتيف او سكندري يولك ساك، واثنين هالمحاطات بكره اكبر من عندهن اللي هي كوريونيك كافيتي. بس هسه احنا كلامنا وين؟ كلامنا عن الامبريونيك ديسك، لان تكلمنا بما فيه الكفايه عن التجاويف والاكسترا امبريونيك سيلز. ناو نتكلم عن الامبريونيك انترا امبريونيك سيلز او الابيبلاست هايبوبلاست. هذا الخط اللي ظهر هنا كان ممكن يظهر هنا، كان ممكن يظهر هنا، كان ممكن يظهر بهاي الجهة. ظهوره بهاي الجهة عرفنا، ولذلك قلنا راح نعرف في الاكسس اوف ذا امبريونيك بودي ظهوره بهاي الجهة. اذا هاي الجهة هي الكودل، كودل معناها الذيل السفلي، الجزء الاسفل او الجزء الذيل من الجنين، والجهة المقابلة هي كرينيال قحفية او سيفالك الرأسية او سوبيريور العليا من الجنين، بينما هنا الكودل او الانفيريور part of the embryo. هذا هو الستريك، هذا هو الميناء اللي راح تصير به الهجرة لتكوين 3 طبقات بدلا من طبقتين. لو تشوفون قبل شوية قلنا cut edges، هسه هذا هو الامبريونيك ديسك اللي يتكون من طبقتين الابيبلاست وهايبوبلاست، هذا الامنيوتيك كافيتي وهذا اليوكساك ومحاطة اثنين هنبيمن بالكوريونيك كافيتي. زين،
إذا أنا بالأميوتيك كافيتي أتخيل نفسي وجاي أصور الإمبريونيك ديسك، شنو اللي أشوفه؟ أشوف فقط الإبيبلاست. بينما إذا أنا باليوكساك وأصور الإمبريونيك ديسك شو أشوف؟ فقط الهايبوبلاست. فهذا الديسك قبل ظهور البرميتيف ستريك. نفسه أيضا هسه أنا حاليا بالأميوتيك كافيتي وجاي أصور الجنين وشفت خط ظهر به، هذا الخط هو سميناه البرميتيف ستريك اللي تقريبا يظهر بداية الأسبوع الثالث أو اليوم 16 تقريبا. حددنا الأكسس of the embryos. The streak is narrow groove with bulging edges. هذا الستريك narrow groove يعني خندق ضيق مع مرتفعة. نهايته شنو؟ نهايته primitive node نقطة. Primitive node located at the cranial end of the streak. مو هذا الستريك cranial end نهاية الرأسية موجودة نقطة نسميها primitive node primitive pit node. داخل البريميتيف نود اكو نقطة اسمها بريميتيف بيت. اذا عندنا بريميتيف ستريك ينتهي بالجهة الرأسية بريميتيف نود وداخل البريميتيف نود بريميتيف بيت. هذا نفسه ايضا، هذا هنا الجنين، هذا هنا انا ايضا جاي اعاين على الابيبلاست. هذا البريميتيف ستريك ينتهي بريميتيف نود وداخل البريميتيف بيت. جاي يشوفون هاي الطيات تطور الجنين مستقبليا ان شاء الله تاخذه. A gastrulation proceeds and the three germ layers are established. The primitive streak regress. كل ما شوفه هنا جاي يصغر حجمه، كل ما تكمل العملية راح يصغر حجمه إلى أن ينتهي. Development proceeds in a cranial to caudal direction. The same is true for the primitive streak. الخلايا اللي راح تنزل من ال primitive streak وتهاجر، وين راح تهاجر؟ إلى الأعلى الcranial part الcephalic part، وتبدي تتجمع لحد ما توصل للستريك. الستريك يقل حجمه لحد ما تنمي لكل هاي المرحلة بين الإبيبلاست والهايبوبلاست بطبقة جديدة ثالثة. فهنا انتهى شغل الستريك والمفروض يختفي نهائيا. اوكي حاليا هاي نفس الشيء. شوفوا الستريك اذا اخذنا سكشن مستعرض، شوف الخلايا مع الإبيبلاست راح تنفصل وتهاجر خلال الستريك وتجي بين الإبيبلاست والهايبوبلاست، كونت لنا طبقة جديدة نسميها ميزودرم. من صارت ميزودرم إذا الإبيبلاست بعد ما نسميه إبيبلاست نسميه الخلايا اللي بقت منه بعد هجرة باقي الخلايا نسميه إكتودرم. والخلايا جزء من الخلايا اللي هاجرت من الإبيديرم وسوت لنا الميزودرم ايضا راح انفيد او تغزو الهايبوبلاست وتكون لنا خلايا جديده نسميها اندوديرم. اذا بعد ما كان الجنين القرص الجنيني يتكون من طبقتين هي ابيبلاست وهايبوبلاست، راح يتكون من ثلاث طبقات كلهن مصدرهن الابيبلاستيك سيل. الباقيه من الابيبلاستيك راح نسميها، واللي نزلت بين الإبيبلاست والهايبوبلاست راح نسميها ميزودرم، واللي اجت عوضت الهايبوبلاست نسميها اندوديرم. فصارت عندنا ثلاث طبقات هي إكتودرم لاير، ميزودرم لاير، اند اندوديرم لاير. فهسه هاي واضحة كيف كان بايلامينر ديسك الى ترايلامينر ديسك، كيف كان إبيبلاست وهايبوبلاست تغيرت الأسماء، صار عندنا ثلاث طبقات هي الإكتودرم ميزودرم أند إندودرم اللي هي أساس كل خلايا وأنسجة وأعضاء الجسم. زين هنا الصورة لنفرض أنه شلنا كل الإبيبلاست ما عدا خلينا الستريك، فاللي راح نشوفه شنو إحنا إذا أخذنا الإبيبلاست بس الهايبوبلاست بعدنا ما تكمل ما صار ثلاث طبقات. فالخلايا اللي تنزل من البرميتيف ستريك لوناها باللون الأحمر راح تبدأ تنتشر تملأ إن كل الطبقة هاي، فتعزل بين الإبيبلاست والهايبوبلاست بطبقة ثالثة راح تصير الميزودرم. طبعا الإكتودرم اللي كنا نسميه إبيبلاست والإندودرم اللي كان سابقا بخلايا الهايبوبلاست راح يكون المعزولات نهائيا عن بعضهم بيمن بوجود المادة اللي داخلهن أو الخلايا اللي داخلهن اللي سميناها ميزو دم، ما عدا مكانيا فقط. شوفوا عزيزي هاي هنا ثلاث طبقات. إذا أشوف
يعني ساجيتال سيكشن راح اشوف اكتوديرم باللون الازرق، ميزوديرم باللون الاحمر، اندوديرم باللون الاصفر. اللون الازرق تماما منعزل عن اللون الاصفر مثل الساندويتش، مثل الساندويتش راح تصير. فمعزول الاكتوديرم عن الاندوديرم ما عدا في منطقتين رئيسيتين، منطقة بالجهة الرأسية بالكرانيال بارت او بالسيفاليك بارت راح يصير اكو دايركت كونتاكت بين الابيبلاست والهايبوبلاست، هذا نسميه اوروفارنجيال او باكو فارنجيال ممبرين. هذا الممبرين بالمستقبل راح يصير فيوتشر هذا الماوث فيوتشر ماوث، بينما هذا بالسيفاليك بارت، بينما بالكودال بارت الانفيريور بارت الدايركت كونتاكت بين الاكتوديرم والاندوديرم راح يسوي لنا فيوتشر انس. يعني هذا الدايركت كونتاكت بالمنطقه الراسيه راح يصير الفم، والدايركت كونتاكت بالمنطقه السفلى الذيليه راح يسوي لنا فتحه الشرج. اذا تماما منعزل الاكتوديرم عن الاندوديرم ما عدا بواسطه الميزوديرم، ما عدا نقطتين بالجنين بالديسك، هذا واحدة نسميها أوروفارنجيال أو اسمها آخر باكوفارنجيال ممبرين، والثانية نسميها كلويكال ممبرين. كلويكال ممبرين زين، هذا مستعرض وهذا ساجيتال، هذا ترانسفيرس سكشن بالجنين وهذا ساجيتال سكشن بالجنين. يعني الساجيتال سكشن هو يقسمهن إلى يمين ويسار، والترانسفيرس سكشن يقسمها إلى أعلى وأسفل. زين، من ضمن الخلايا اللي راح تهاجر، شوفوا هنا هسه هنا البريميتيف ستريك، هذا البريميتيف ستريك راح تنزل الخلايا وتهاجر تسوي ميزوديرم. من ضمن الخلايا اللي تهاجر اكو خلايا تهاجر من ضمن البيت، بريميتيف بيت، احنا مو قلنا ستريك ينتهي نود وداخل النود بيت، اكو بعض الخلايا تهاجر من البيت، هاي البيت هاي الفتحه هي البيت بريميتيف بيت، تهاجر لوناها باللون الاسود حتى تكون واضحه عن غيرها من خلايا الميزوديرم. هاي الخلايا راح تنزل وتبقى على شكل رود، على شكل عصا، مستمرة إلى حد ما توصل وين للفيوتشر ماوث اللي هي دايركت كونتاكت بين الإكتوديرم والإندوديرم. هذا نسميه نوتوكورد، هذا نسميه نوتوكورد أو الحبل الظهري. هذا النوتوكورد له هدف معين وله شغل معين وله نهاية معينة. شنو أهمية النوتوكورد؟ Define the midline. بالاضافه للبرميتيف ستريك اللي حددت لنا وين السوبيريور وين الانفيريور وين الرايت وين الليفت، راح يساعدها النوتوكورد حتى يقول لنا وين الرايت وين الليفت. الاشياء على جانب الايمن من النوتوكورد الحبل الظهري هي الرايت، وعلى يساره هي الليفت، وراح يكون هو بالميدلاين. اذا شنو الميدلاين للجنين؟ يحدده هذا الحبل الظهري النوتوكورد. بعد axial skeleton formed around it. شوفوا مو هو يسوي الاكسيال سكيلتون، وانما الاكسيال سكيلتون يتكون حوله. يعني كما هو مثل السكل، مثل هاي الاخشاب اللي يخلوها حتى يبنون الاساس بعدين تتوخر هاي الاخشاب. فاكسيال سكيلتون يعني العظام المحوريه مثل القفص الصدري مثل العمود الفقري، وين تتكون؟ تتكون حول النوتوكورد، يعني اساس لبناء هذا الامر. ثانيا، ثالثا درايف نيوريليشن، هاي مهمة جدا. من تنزل هاي الخلايا النوتوكورد ويتكون النوتوكورد ويسافر من البريميتيف بيت الى الاعلى الى حد ما يوصل للباكو فارنجيال ممبرين او الاورو فارنجيال ممبرين، راح يمشي تحت من تحت الابيبلاست اللي سميناها هسه بالجديد مو ابيبلاست، سميناه اكتوديرم. هاي المنطقة اللي يمشي جواها هذا النوتوكورد راح يحفز الخلايا اللي هو اعلى من عنده بالبريميتيف ستريك، يحولها من خلايا اكتوديرم عاديه الى خلايا نسميها نيورو ابيثيليال سيلز، نيورو ابيثيليال سيلز. وهاي الخلايا راح تتخصص حتى تسوي لنا نيورال تيوب وتسوي لنا السنترال نيرفوس سيستم. اذا جدا مهم وجود النوتوكورد لهاي الاشياء الثلاثه، يحدد لنا الميدلاين للجنين، يكون اساس لبناء الاكسيال سكيلتون، ويحفز منطقة من الاكتوديرم اللي هي اعلى من عنده حتى تسوي لنا نيوروليشن او بداية النيرفوس سيستم فورميشن، وهذا جدا مهم. زين، but for all that it regressed. بعد ما يكمل هذا عمله وبعد ما يسوي ذن العمل الرئيسي والاساسي هذا الحبل الظهري او النوتوكورد بالانسان، شو راح يصير بيه؟
ريجرس، راح يصير بيه ديجنريشن او يتحلل. الشيء الوحيد اللي يبقى من عنده فيستيجيال ريمننت او فد شيء اثري، الشيء الوحيد الباقي من النوتوكارد بجسمنا هسه حاليا بالادلت بودي هو شنو؟ نكليوس بالبوسس. هاي ماده اسمها نكليوس بالبوسس. وين موجوده؟ بالانترفيرتبرال ديسك. هاي الديسكات اللي بين عظام الفقرات، هاي الغضاريف الموجوده بين عظام الفقرات، داخلها بوسطها اكو ماده اسمها نكليوس بالبوسس، هي بقايا من النوتوكورد. الشيء الوحيد اللي يبقى منه النوتوكورد. اذا عرفنا شلون يتكون النوتوكورد، شنو اهميه وجود النوتوكورد، شنو مصير النوتوكورد، وشنو الاشياء اللي راح تبقى منه بقايا موجوده بجسم الانسان. زين، اكو مساله مهمه جدا واساسيه. الميناء ما يشتغل بصوره عشوائيه. الميناء منطينا ارقام ومنطينا مواعيد معينه ومنطينا تسميات معينه، حتى مثلا انا كمسافر اعرف اريد اروح لفلان دوله، اروح للمحطه الفلانيه من هذا الميناء حتى اركب السفينه الفلانيه واسافر بيه. نفس الشيء بالبريمتيف ستريك. الهجره ما تكون عشوائيه. كل مكان تهاجر به خلايا ضمن البريمتيف ستريك راح تروح تكون لنا شيء خاص ومعين بمن من الطبقات الاخرى، وخاصه الميزوديرم، الطبقه الوسطيه بين الاكتوديرم والاندوديرم. قبل شويه تكلمنا عن النوتوكورد وقلنا ان النوتوكورد منين راح يهاجر الخلايا، منين يجي من الخلايا مهاجرة منين؟ هذا النوتوكورد من البيت، بريميتيف بيت، اللي هي وسط البريميتيف ستريك، يعني الكرينيال بارت، كرينيال بارت اوف ذا بريميتيف ستريك، الجهة الرأسية من البريميتيف ستريك بصورة مباشرة تنطينا نوتوكورد. زين، البريميتيف نوت والجهة العليا من البريميتيف ستريك، اذا هسه النوتوكارد منين يجينا؟ من البريميتيف بيت اللي موجود بالبريميتيف نود. زين، بالاضافه للبريميتيف نود، الجهة العليا في الاعلى او الجزء الاعلى من البريميتيف ستريك ايش راح ينطينا؟ بي ام، اللي هي بارا اكزيال ميزوديرم، راح شوي بعد نتكلم عنها. الميزوديرم من انقسمه، الجزء الاسفل من عنده راح ينطينا انترميديت ميزوديرم، والجزء الاسفل راح ينطينا لاترال بليت ميزوديرم، والجزء الاخير راح يشارك بتكوين الاكسترا امبريونيك ميزوديرم. مثل ما تكلمنا عنها بالاسبوع الثاني، الاكسترا امبريونيك ميزوديرم راح يستمر افرازها تكوينها بالاسبوع الثالث، لانها راح يعني تدخل ايضا بتكوينها. راح نشوف ان شاء الله الفيلاي، وراح تسوي لنا سكندري فيلاي والتيرشري فيلاي، فلازم اكو اكسترا امبريونيك ميزوديرم. اذا الخلية اللي تجي بهاي المنطقة مو بكيفها وين ما كانت تروح، راح بهاي المنطقة فقط تروح مثلا للانترميديت ميزوديرم. الخلية اللي تجي بالكودال بارت، مو الكرينيال، الكودال بارت اخر شيء، the most caudal part، ما راح تشارك بالجنين، راح تشارك بالاكسترا امبريونيك ميزوديرم. ميزوديرم اللي خارج الجنين، مو الميزوديرم اللي داخل الجنين. اذا كل اماكن البريميتيف ستريك راح تشارك باشياء داخل الجنين الحقيقي، ما عدا الجزء الاسفل من عنده، the caudal most part، الجزء الاسفل الاخير من عنده راح ينطينا اكسترا امبريونيك ميزوديرم. هاي اتمنى تكون واضحه انه السفر او الهجره خلال البريميتيف ستريك مو عشوائيه. يا سمري، وين، هاو، وات اند واي، وين دي جاستريليشن اكر؟ ان ذا ثيرد ويك اوف ديفلوبمنت ماركينج دي ستارت اوف امبريونيك بيريود. واضحه الفكره هاي هنا وين؟ وات the bilaminar disc converted to a trilaminar disc. There are three germ layers which are ectoderm, mesoderm and endoderm. How يعني شلون هاي bilaminar disc تتحول الى trilaminar disc؟ Through the primitive streak which forms in the caudal epiplast. شوفوا caudal المكان الاسفل من الepiplast، leading to migration and invagination of epiplast cells to form the ectoderm, mesoderm and endoderm in addition to the notochord. Why؟ ليش تصير هاي العملية الجاستروليشن اللي قلنا انها اهم عملية بال third week of development؟ To ensure the correct placement or precursor tissue to allow the subsequent morphogenesis to take place. اذا عرفنا شنو الاكتوديرم وشنو الميزوديرم واماكنه واجزائه وشنو الاندوديرم، فكل خلايا خاصة بهذا الجزء راح تكون نسيج خاص معين راح نشوفه بهاي المحاضرة إن شاء الله. زين، قبل لا
نستمر بالكلام عن هاي الثري جيم لايرز، وكل جيم لاير الاكتوديم ميزوديم اندوديم شنو اللي راح تكونه بالمستقبل. خلنا نرجع شوية للفيلاي. احنا قلنا باليوم 13 راح تصير لنا بريميتيف فيلاي. بريميتيف فيلاي هي عبارة عن بطانة من السيتوتروفوبلاست، اصابع شكل اصبعي حتى يزيد المساحة السطحية، ومحاط بيما بالسنسيشيوتروفوبلاست. اذا سوينا مقطع عرض بهذا الاصبع راح نشوف هاي الصورة. اي برايمري فيلاس، الداخل مالتها السيتوتروفوبلاست والخارج سنسيشيوتروفوبلاست. هاي نسميها شنو؟ برايمري فيلاس. هاي مهمة، ممكن تجي صورة ممكن تجي سؤال. زين، الاكسترا امبريونيك ميزوديرم اللي قبل شوية تكلمنا عنه يصير من الكودال موست بارت اوف ذا بريميتيف ستريك. احنا مو قلنا يسوي اكسترا امبريونيك ميزوديرم، يجي هذا الاكسترا امبريونيك ميزوديرم هو يصير الكور، هو يصير البطانه المن الداخليه المن للفيلاي. فراح تصير عندنا كور اوف ميزوديرم اكسترا امبريونيك ميزوديرم كفرد باي سيتوتروفوبلاست كفرد باي سنسيشوتروفوبلاست. بهالمرحله ايش راح نسميه؟ سيكوندري فيلاس، والكل هنسميها سيكوندري فيلاي. الشيء الاخير، المرحله الاخيره تيرشري فيلاي. الميزوديرم راح تتكون به شنو؟ خلايا تكون البلود فيزلز، اوعيه دمويه، حتى يتم التبادل بينها وبين الدم اللي موجود باللاكوني اللي تكلمنا عنه بالمحاضره الاولى. فراح تصير اذا ظهرت أوعية دموية داخل الميزوديرم اللي هو داخل الفيلاي راح نسميها تيرشري فيلاي. إذا التيرش برايمري فيلاس عبارة عن سيتوتروفوبلاست محاطة بسنسيشوتروفوبلاست. سكندري فيلاس لا، دخل بالوسط منه الميزوديرم. فصارت ميزوديرم كفرد باي سيتوتروفوبلاست كفرد باي سنسيشوتروفوبلاست. المرحلة الأخيرة التيرشري within the ميزوديرم، يعني داخل هذا الميزوديرم اللي هو اكسترا امبريونيك ميزوديرم، طبعا من تتكون بلود فيزلز فانكشنينج بلود فيزلز حتى يتم التبادل الغذائي والغازي والهرموني بين الجنين والام، راح نسميه تيرشري فيلاس، يعني التركيب الاصبعي الثلاثي. اذا برايمري سكندري تيرشري فيلاي كلهن عرفتوها. هذا هنا المقطع يبين لنا تيرشري فيلاي. شوفوا هنا بلود فيزلز داخله بالميزوديرم ومحاطه بالسيتوتروفوبلاست والسنسيشوتروفوبلاست. شو اسمها هاي؟ اسمها تيرشري فيلاس. ممكن اجيب لك هاي الصوره واقول لك شو اسم هاي اللص، تقول لي كذا. شنو مكوناتها؟ بلود فيزلز داخل الميزوديرم محاطه بسيتوتروفوبلاست وسنسيشوتروفوبلاست. لحد الان احنا نتكلم، هذا هنا فد شيء عرضي، تكلمنا عن الفيلاي، احنا تكلمنا عن البريميتيف ستريك وشلون كوننا ثلاث طرق، وقلنا انه هذا ميناء. زين، اذا هذا الميناء اشتغل بصوره خاطئه، الميناء طبعا به شرطه، وهاي شرطه او خفر او حرس الميناء whatever you name you name it، يعني شو تسموها سموها، تحدد يا السفينه روح بفلان مكان، السفينه روح بفلان مكان، ذاك القارب يروح بفلان مكان، انت اقرب بفلان مكان، حسب مكانك من الستريك اللي تكلمنا عنه. زين، what happen if this work wrongly، اذا اشتغلن بصوره خاطئه مكان ما توديها لليمين ودتها لليسار، راح تصير لنا حاله اسمها سايتس انفيرسس. كل احنا سامعين انك واحد قلبه بالجهه اليمين، اكو واحد مثلا الكبد بمكان ما الجهه اليمين موجود باليسار، مكان ما الزائده الدوديه موجوده باليمين موجوده باليسار. شنو اللي صار؟ سايتس انفيرسس، الاماكن الصحيحه والطبيعيه للجسم تغيرت. شنو السبب؟ السبب انه الهجرة بالبريميتيف ستريك بالاسبوع الثالث كانت معاكسة، فصار لنا سايتس انفيرسس. طبعا ممكن هذا كومبليت سايتس انفيرسس، يعني كل الاشياء اللي المفروض باليمين صارت باليسار وباليسار صارت باليمين، او لا انكومبليت سايتس انفيرسس، يعني جزء فقط من عدهن صار به خلل وتغير مكانه، ممكن فقط الهارت يتغير مكانه. هذا نسميها الحالة سايتس انفيرسس. هنا المشكلة وين؟ المشكلة من الخلايا نزلت هاجرت بصورة عكسية بالبريميتيف ستريك. 20% من الحالات هي كومبليت سايتس انفيرسس. ايضا شنو علاماتها المرضية؟ ممكن يجيك شنو يشكو هذا الشخص اللي عنده سايتس انفيرسس؟ ممكن عنده برونكيكتسس. برونكيكتسس هو نوع من الالتهاب المزمن بالقصبات الهوائية، وايضا كرونيك ساينوسايتس، يعني التهاب الجيوب الانفيه المزمن. فوجود سايتس انفيرسس اولا، ووجود برونكيكتسس ثانيا،
ووجود كرونيك ساينوسايتس ثالثا ذن نسميه سندروم اسمه كارتاغنر سندروم. هاي الحالة نسميها كارتاغنر سندروم. إذا عندنا سايتس انفيرسس أما كومبليت أو إنكومبليت، عندنا تقريبا 20% من الحالات من الكومبليت سايتس انفيرسس ممكن عندهم برونكيكتسيس وكرونيك ساينوسايتس. شو نسميهم دول ال 20% من الكومبليت سايتس انفيرسس؟ نسميهم مرضى بكارتاغنر سندروم. هذا الشخص اسمه كارتاغنر هو اللي وصف هذا المرض. اكو شيء اخر هو مو سايتس انفيرسس، وانما يعني خلايا قليله او بسيطه اللي يصير بها الخلل، مو ماس اوف سيلز، نسميه لاتراليتي سيكونس. لاتراليتي سيكونس اللي انتبهوا لي عليها شنو؟ انتبهوا لي على السبلين. السبلين هو الطحال. اوكي السبلين هو الطحال. هنا شنو اللي اجيب لك؟ ممكن بعض الخلايا تظل طريقها او تفقد طريقها، فقط السبلين يكون مؤشر عنها. اذا لقينا فحصنا بالسونار وشفنا بوليس سبليني، يعني بمكان ما هو الحاله الطبيعيه سبلين واحد، شفنا اكثر من سبلين، معناها هنا شنو؟ ليفت سايد بايلاتراليتي سيكونس، منو الدوميننت سايد؟ ليفت سايد، لان هو اصلا السبلين هو المكان الطبيعي مالته بالليفت سايد. بمكان ما نشوفه واحد بالحاله الطبيعيه شفنا اكثر من واحد بوليس سبلينيا، فهذا البوليس سبلينيا من نشوفه بالسونار معناها هنا شنو الحاله مالته؟ ليفت سايد بايلاتراليتي سيكونس او لاتراليتي سيكونس. اما اذا جينا للسونار وشفنا اسبلينيا، يعني سبلين ماكو نهائيا، او هايبوبلاستيك سبلين، يعني حجمه صغير جدا، فهنا شنو الحاله نسميها؟ ليفت سايد بايلاتراليتي سيكونس او ليفت سايد لاتراليتي سيكونس، سوري رايت سايد لاتراليتي سيكونس. اذا شنو اللي يحدد انه هاي الحاله ليفت سايد بايلاتراليتي او لاتراليتي سيكونس، او شنو اللي يحدد انها هاي رايت سايد بايلاتراليتي او لاتراليتي سيكونس؟ اللي يحددها هو السبلين. نجي نسوي سونار، سبلين واحد طبيعي ماكو نهائيا هاي الحاله، اكثر من سبلين اكثر من طحال نسميها ليفت سايدد. اذا لا ماكو سبلين نهائيا او سبلين صغير جدا، ايش نسميها هاي الحاله؟ نسميها رايت سايدد بايلاتراليتي سيكونس. شنو اهميتها؟ بيشنت وذ لاتراليتي سيكونس بغض النظر هل هي ليفت سايدد او رايت سايدد، also likely to have another malformation، تشوهات اخرى وخاصه هارت ديفكت. المشكله الثالثه اللي ممكن تصير، احنا تكلمنا المشاكل البريميتيف ستريك، واحده من المشاكل هي السايتس انفيرسس ومن ضمنها الكارتاغنر سندروم، واحده منها اللاتراليتي سيكونس اللي تكلمنا عنها والمؤشر مالتها المهم اللي ممكن يجيب الاسئله هو السبلين، هل هو بوليسبليني او اسبليني او هايبوسبليني، هل هو ليفت سايدد او رايت سايدد، وعرفنا انه مشكله ممكن يترافق مع مشاكل اخرى وتشوهات اخرى وخاصه الهارد ديفكت. هسه على شنو نتكلم؟ الشيء الثالث او المشكله هي تيومر اسوشيتد وذ جاسترولايشن. احنا قلنا البريميتيف ستريك هذا الميناء راح ينفتح لفتره بسيطه، بعدين تنسد الحدود، تنسد هذا المفروض الميناء يطمر نهائيا ينسد. البريميتيف ستريك بالحاله الطبيعيه ما له اي اثر وما له اي بقاء، يخلص عمله يوزع الخلايا وينتهي. اذا بقت جزء من عنده، إذا بقى جزء من عنده راح يسبب لنا ظهور تيومر. هذا التيومر sometimes remnants يعني بقايا of the primitive streak persist in the sacrococcygeal region، منطقة العجزية العصعصية من الطفل نشوف هسه هذا الهيوج تيومر. شنو يتكون؟ منين يتكون؟ these cluster of pluripotent cells. إذا تتذكرون إحنا من البلاستوسيست فما فوق نسميها شنو؟ pluripotent cell. Pluripotent stem cells proliferate and form tumors. شو نسمي هذا التيومر؟ sacrococcygeal teratomas. sacrococcygeal teratomas commonly contain tissues derived from all three germ layers. يعني شوف ممكن باعتبار الجسم كله يتكون من هاي الطبقات الثلاثة، فمن نجي نفتح هذا التيومر ممكن نشوف أي شيء بي، ممكن نشوف شعر، أسنان، مبيض، غدة درقية، نشوف خلايا عضلية، نشوف عظام، ممكن أي شيء يصير، بس طبعاً بصورة غير طبيعية. هذا الحالة نسميها sacrococcygeal teratoma، ممكن نشوف أي شيء بيه. ليش؟
لانه هو جاي منين؟ من ال 3 جيم لايرز، محتوي البريمتيف ستريك من ال 3 جيم لايرز. فممكن كل شيء نلقاه، نتوقع نلقاه داخل هذا التيومر او الماس او الكتله الورميه. مكان الشائع هو الساكروكوكسيجيال ريجن، المنطقه العزيزيه الصوصيه، ويشنبها بقايا غير طبيعيه من البريمتيف ستريك اللي هو المفروض ما يبقى نهائيا. Third to eighth week of development، مختصر هسه اللي تكلمنا عنه، period of organogenesis مثل ما تكلمنا عنها، تكون الأعضاء، وقبل لا تتكون الأعضاء لازم تتكون المادة الأساسية لتكون الأعضاء اللي هي ثلاث طبقات، ectoderm, mesoderm and endoderm. طبعا بنهاية هاي الفترة، by the end of the embryonic period, the main organ systems have been established، الجهاز العصبي، الجهاز القلبي، الجهاز الهيكلي etc. كلهن راح تتكون بنهاية هاي الفترة، يعني نهاية الأسبوع الثامن اللي هو نهاية الشهر الثاني من الحمل. كل الأعضاء متكونة ولكن بحجم صغير، بعد ذلك راح تبدي تكبر بالحجم وتأخذ وظيفتها. زين، What about the derivatives؟ يعني مشتقات هاي الثلاث طبقات. عندنا الإبيبلاست مثل ما قلنا هو اللي راح يسوي الثلاث طبقات كلها، إكتودم، ميزودم، أند إندودم. هسه شنو الإكتودم شو راح ينطي؟ الميزودم شو راح يكون؟ والإندودم كذلك. بمختصر الكلام، إكتودم ينطينا organs and structures that maintain contact with the outside world، يعني الأعضاء والأجهزة الجسمية والأنسجة الجسمية اللي تسوي contact مع العالم الخارجي للجسم. عادة منين تجي؟ من الإكتودم. مثالها nervous system، اللي قبل شوية قلت لكم النوتوكورد راح يحفز لنا الإكتودم حتى يسوي لنا النيورال توب ويبدي سنترال نيرفس سيستم. منين اجى؟ من الإكتودم، والنيرفس سيستم يسوي اتصال مع العالم الخارجي. ايضا الإبيديرمس، طبقة البشرة، انتبهوا مو السكن، السكن يتكون من إبيديرمس وديرمس، فقط الإبيديرمس تجي منين؟ من الإكتودم. نجي للميزودم، شنو العنوان الرئيسي؟ العنوان الرئيسي الميزودم ينطينا supporting tissues، الأنسجة الساندة، مثالها muscles, cartilage, bone, vascular system including heart and vessels. كل هذا منين يجن؟ من الميزودم. نيجي للطبقة الأخيرة وهي طبقة الإندودم. هنا راح تسوينا بطانة internal structures وبعض ال internal structures، مثلا بطانة ال GIT tube، بطانة الأمعاء. منين متكونة؟ من خلايا. منين جاية؟ من الإندودم، مثلا الليفر والبنكرياس، بعض أعضاء ال GIT. منين جاي؟ جاينا من الإندودم، parenchyma of the signal. فهذا مختصر، هذا مختصر للderivatives، وهسه راح ناخذ شوية أكثر توسيع. الإكتودم شنو ينطينا؟ ينطينا مثل ما قلنا contact with the outside world، ينطينا إذن central nervous system, peripheral nervous system, sensory epithelium of the ear, nose and eye, the epidermis، مهمة مو dermis مو skin، epidermis including the hair and nails. In addition to that، بالإضافة إلى هاي الأشياء المهمة اللي ينطينا إياها الإكتودم، ينطينا subcutaneous gland، ينطينا mammary gland, pituitary gland and enamel of the teeth. هاي هي مشتقات الإكتودم. ننتقل إلى ميزودم، والميزودم بتعقيد نوعا ما. هو طبقة واحدة، بس هاي الطبقة الواحدة راح يصير بداخلها بالوسط ميزودم، نوتوكورد إذا تذكروا، سوانا الميدلاين. فإذا الميدلاين خلانا جزء من الميزودم على اليمين وجزء من الميزودم على اليسار. أيضا النيورال تيوب اللي سوانا إياه، هذا شوفوا النيورال تيوب اللي سوانا إياه منه الإكتودم، نزل جواها وأيضا عزل لنا الميزودم إلى طبقتين يمين ويسار، طبقة على الجهة اليمين وطبقة على الجهة اليسار. ميزودم كل طبقة يمنى أو يسرى بدورها أيضا راح تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم القريب من الوساط المحور نسميها باراكزيال ميزودم، باراكزيال ميزودم. القسم الآخر نسميه انترميديت ميزودم، والقسم الأخير نسميه لاترال بليت ميزودم. هذا اللاترال بليت ميزودم أيضا راح ينقسم إلى طبقتين، سوماتيك ميزودم من اللاترال بليت ميزودم، وسبلانكنيك ميزودم أو فيزرال ميزودم من اللاترال بليت ميزودم. إذا عندنا الميزودم راح ينقسم إلى يمين ويسار،
اليمين واليسار كلهن راح ينقسمن إلى ثلاث أقسام رئيسية حسب موقعها: باراكسيال ميزوديرم، انترميديت ميزوديرم وسطية، ولاترال بليت ميزوديرم طرفي. اللاترال بليت ميزوديرم أيضا راح ينقسم إلى قسمين: قسم جسمي سوماتيك ميزوديرم راح يسوي لنا عضلات الجسم، وقسم سبلانكنيك أو فيزرال ميزوديرم راح تسوي لنا العضلات المحيطة بالتجاويف دي داخل الجسم اللي هي تجاويف الأمعاء اللي سميناها فيزرال أو سبلانكنيك ميزوديرم. هذين الطبقتين الأخيرات اللي هي اللاترال بليت ميزوديرم منفصلت إلى طبقتين سوماتيك وفيزرال أو سوماتيك وسبلانكنيك، راح تحصل بينات تجويف. هذا التجويف نسميه انترا امبريونيك سيلم أو التجويف داخل الجنين. هاي التجاويف هي اللي موجودة عندنا حاليا: تجويف القفص الصدري، تجويف المنطقة البطنية، وتجويف المنطقة الحوضية. أصلها وين؟ أصلها من هاي التجويف اللي صار بين من وبين من؟ بين السوماتيك ميزوديرم والسبلانكنيك أو فيزرال ميزوديرم. منين؟ من اللاترال بليت ميزوديرم. نجي هسه نتكلم عن السومايت. السومايت هي البارا أكزيال ميزوديرم، يعني الجزء القريب من من؟ من النوتوكورد ومن النيورال تيوب، الجزء القريب الى الميد لاين من الميزودين، سميناها فارا اكزيال ميزودين. راح تتكون مكان ما قطعه واحده على طول شريط الجنين، راح تتكون على شكل كرات. هاي الكرات كل كره نسميها سومايت، كل كره نسميها سومايت. اورجنايزيشن اوف فارا اكزيال ميزودين انتو سيجمنتس، مكان ما قطعه واحده راح تصير سيجمنتس، تصير قطع. First pair appears in the day 20 in the occipital region. الأوكسيبيتال هي المنطقة القحفية، منطقة القحف من الجنين. أول جزء من السومايت راح يتكون هاي الكرات على جانبي النيورال تيوب والنوتوكورد، راح يظهر باليوم 20 من عمر الجنين. وبعد ذلك appear in cranio caudal sequence، راح تظهر أعلى من عند cranial وcaudal أسفل من عند هذا الزوج اللي راح يظهر باليوم 20 بمعدل 3 pairs per day. هسه طبعا راح نشوفه بالصورة، ثلاث أزواج لكل يوم. الحد متوصل 42 إلى أو 44 زوج من هذه السومايت بنهاية الأسبوع الخامس. هنا ممكن شنو السؤال اللي يجي؟ يابا إذا إحنا شفنا أربع أزواج من السومايت، إيش قد عمر الجنين؟ فأنت إيش راح تعرف أنه بالأول أول زوج راح يطلع بيوم 20، وبعد ذلك راح تطلع ثلاث أزواج بكل يوم. فمن أقول لك مثلا إذا عندنا أربع أزواج، إذا نشيد عمره 21 يوم. إذا أقول لك سبع أزواج، أنت راح تقول لي الزوج الأول ظهر بيوم 20، الثلاث أزواج الأخرى ظهرت بيوم 21، والثلاث أزواج الأخيرة ظهرت بيوم 22. إذا الجنين اللي يحتوي، إذا أقول لك يا بأكو جنين حسبنا السومايت مالته لقيناها سبع أزواج، شقد عمره؟ فأنت راح تتوقع لعمره شقد؟ 22 يوم. لأن إذا كان زوج واحد راح تقول لي 20 يوم، إذا كان أربع أزواج الزوج الأول يظهر باليوم 20 والثلاث أزواج بعدين لكل يوم ف 21، إذا سبعة أزواج وهكذا ممكن يجي سؤال بهالطريقة. بعد بعض هاي السومايتس راح تختفي ويبقى فقط 31، وهذا الرقم 31 مو عشوائي. هسه راح نعرف شنو. شوفوا أعزائي هذا الجنين، إذا وخرنا الإكتوديرم راح نجي للميزوديرم، راح نشوف هذا اللي بالنص النوتوكورد النورال تيوب اللي نزل من الإكتوديرم اللي يسوي لنا النيرفس سيستم، وعلى جانبيه هاي سبحان الله، إذا يعني التعبير القرآني مضغة يعني كأنما قطعة لحم عليها آثار أسنان. شوفوا هاي هنا، هاي عبارة عن سومايت. سومايت مكان ما قطعة واحدة راح تصير على شكل قطع. هذا النوتوكورد، هاي التأشيرات مهمة، هاي الصور، هذا هو النيورال تيوب. هذا هنا جاي يشوفه على جانبيه هو هذا البارا أكزيال ميزوديرم. بالأسبوع باليوم 20 بدأ ظهر أول زوج من عنده، خلينا نفرض أنه هذا أول زوج، بعدين ثلاث أزواج يومية تظهر أما للأعلى أو للأسفل وهكذا. هاي كرات على جانبي النيورال تيوب نسميها سومايت، كتل من البارا أكزيال ميزوديرم. يعني هاي الحالة اسمها السيجمنتيشن، مكان ما كان قطعة واحدة مثل هذا بارا أكزيال ميزوديرم راح يصير على شكل هاي الكرات، هي سيجمنتيشن اسمها سومايت. وهاي السومايت أيضا راح
نتكلم عنها هسه حاليا، شنو اللي راح يصير؟ اذا اخذنا مقطع عرضي، هاي هي السومات، هذا الاكتودر باللون الازرق، هذا هنا الاندودر، وهذا الميزودر، وهذا النيورال تيوب، وهذا النوتوكور. هذا البارا اكزيال ميزودر، الجزء الاقرب الى الميد لاين، هذا هو السومايت. السومايت راح يصير بيها ديفرنشيشن، جزئين راح تنقسم. هاي السومايت بما انه هاي هي الجهه البطنيه وهاي هي الجهه الظهريه، فالجهه الظهريه الخارجيه اللي هي لاترو بوستيريور راح تصير جزء هاي، والجهه الميديو انتيريور او انتيرو ميديال راح تصير جزء. هذه ايش راح نسميها؟ الجهه الظهريه الخارجيه نسميها ديرمو مايوتوم، والجهه الداخليه شو نسميها؟ سكليروتوم. طبعا سكليروتوم الديرمو مايوتوم راح تبقى انتاكت متصلة مع بعضها، بينما خلايا السكليروتوم راح تنفرد ويسوي لنا سكليروتوم سيلز. اذا هاي كانت سومايت تنقسم الى قسمين، قسم اعلى خارجي يصير ديرمو مايوتوم، وقسم امامي داخلي يصير سكليروتوم. الديرموميتوم تبقى على يعني انتاكت سليمه ما تنفرط، بينما السكليروتوم راح تنفرط خلاياها وتتوزع لتكوين الخلايا الانسجه الصلبه. هسه راح نشوف، شوفوا اعزائي، ديرموميتوم من اسمها ديرمو معناها ديرمس، مايو معناها عضلات، فديرموميتوم طبقات اللي راح تكون العضلات و الديرمس ادمه الجلد وين؟ بهاي المنطقه. بينما السكليروتوم راح يكون العظام والغضاريف والاربطه اللي بهاي المنطقه ايضا للسومات. زين، بعدين راح تنقسم الى ثلاث اقسام، كانت قسم واحد هي سومات، انقسمت قسمين ديرمايتوم وسكليروتوم. بعدين انفصلت الديرماتوم عن المايتوم فصارت لنا ثلاث اجزاء. ديرماتوم تكون الديرمس ادمه الجلد، مايوتوم تسوي لنا العضلات في هاي المنطقه من الجسم، والسكليروتوم تكون لنا اجزاء من عظام وغضاريف واربطه الجسم بهاي المنطقه. اذا السكليروتوم تندون كارتليج اند بون، هاي المنطقه الخاصه. مايوتوم سيجمنتال مسل كومبوننتس، وديرماتوم فورم ذا ديرمس اوف ذا باك اوف ذا امبري. Each myotome and dermatome also has its own segmental nerve. إذا تذكرون قبل شوية قلنا 31 زوج راح تبقى، وإحنا عندنا 31 زوج من الأعصاب، الأعصاب اللي تظهر من خارج يعني من العمود الفقري، فاعتمادا على هاي السومات. Each myotome and dermatome retain its innervation from its segment of origin no matter where the cells migrate. شنو معنى هاي العبارة باللون الأحمر؟ هي صحيح السيجمنتس كانت على شكل كرات واستلمت النيرف مالتها المقابل لها بالضبط، بس بعدين من راح تكبر وتنفرط وتتوزع راح يختلف مكانها. بس مهما اختلف مكانها، منين هي جاية؟ من يا الزوج من السومايت، راح تبقى تاخذ النيرف اللي هو اصلا اجى لهذه السومايت. فعندنا 31 زوج من السومايت، 31 زوج من النيرفز تطلع من الفيرتبرال كولومين العمود الفقري، فراح يجهز سومايت. بغض النظر هاي السومايت شلون راح تنفرط وشلون راح تتوزع، شلون راح تكون جزء من العضله او مجموعه عضلات او ديرمس، لذلك راح تكون خريطه للاحساس للموتور فانكشن اوف ذا نيرفز. هذا اللي تكلمنا عنه، 31 سيجمنت راح يعطينا 31 بيرز اوف سباينال نيرفز، سباينال نيرفز كل وحده تنطينا السومات. عندنا تعبيرين، ديرماتوم ومايوتوم. ديرماتوم من انا بعلم الاجنه اقول ديرماتوم، انت راح تقول لي هو جزء من السومات اللي راح يكون لنا الديرمس. من اقول لك يا ابي انت بعلم الاجنه شنو المايوتوم، انت راح تقول لي المايوتوم هو جزء من السومات او الباراكزيال ميزودير من السومات اللي راح تسوي لنا شنو؟ العضلات المسلز. زين، اذا انت طبيب واجاك مريض واقول لك يا ابا شنو المايوتوم او شنو الديرماتوم لهاي هذا المريض، انت راح تقول لي شنو هذا مو جنين؟ اقول لك لا، المصطلح واحد بس المعنى مختلف. لما اقول ديرماتوم ومايوتوم احنا تكلمنا عنه شنو معناه بالاجنه،
بينما الديرماتوم والمايوتوم شنو معناه بالإنسان العادي اللي أنا مثلي ومثلك؟ الديرماتوم strip of skin supplied by a single spinal nerve، يعني جزء الجلد اللي منو يجهزه؟ يجهزه الرقم الفلاني من السباينال نيرف، مثلا الرقم 4 الزوج الرابع من السباينال نيرف. هذا الجزء من السكن نسميه الديرماتوم للسباينال نيرف رقم 4. شنو المايوتوم؟ هذا العصب اللي ظهر لنا مثلا من المنطقه الخامسه من السباينال نيرف، العصب رقم 5 من السباينال نيرف، راح يروح يجهز لنا عضلات الفلانيه والفلانيه والفلانيه، او العضله الفلانيه، اما عضله واحده او جروب اوف ماسلز، مجموعه عضلات، هاي نسميها مايوتوم. الفكره هي تختلف طبعا عن الاجنه، يعني هنا النيرف سبلاي من اقول على الانسان البالغ، بينما بالاجنه لا، المكونات هاي شو تكون وهاي شو تكون، بس شنو الاتحاد سببه؟ سببه هو هذا النيرف اللي يبقى يجهز لنا هاي العباره الحمراء اللي قلت لكم قبل شويه عليها، هذا النيرف اللي راح يجهز لنا هذا الجزء من الجلد وهذا الجزء من العضلات بغض النظر وين راح يكون مكانها. فاذا نشوف هاي الصوره، شوفوا هاي هنا سباينال نيرفز، شوفوا هاي الستريبس بالسكن، كل زوج من العضلات سباينال نيرف راح يعطينا مكان خاص بجهزه من الجلد وكذلك بالعضلات. فهذا الفرق بين من اقول ديرماتوم بالجنين وديرماتوم بالادلت، ومن اقول مايوتوم للجنين ومايوتوم للادلت. هنا خلصنا طبعا من البارا اكزيال ميزوديم، وتكلمنا عن السومايت وش راح تنطينا السومايت، وشنو الديرماتوم والديرما مايوتوم والسكليروتوم، وشنو الفرق بيناتهم كلينيكلي اند ديفلوبمنتلي. نجي للطبقه الثانيه، الطبقات الاخرى اللي هي انترميديت ميزوديم ايش راح تنطينا، واللاترال بليت ميزوديم ايش راح ينطينا. انترميديت ميزوديم راح ينطينا يوروجينيتال سيستم بمن ضمنها الكدني واليوريتر بط نوت بلادر، ينطينا ادرينال كورتكس، ينطينا جونادز، جونادز معناها اما تستس او اوفري، اما خصيه او مبيض، بط نوت جاميتس هاي هنا، ينطينا فاجينا الفيميل، يوتراس، يوتراين تيوبس، هذا منو انترميديت ميزوديم. باراكسيال ميزوديم هسه تكلمنا عنه، ينطينا المصل والسكلتون حسب السومايت اللي بنفسها، وينطينا ايضا الديرمس تكلمنا عنه سابقا. اللاترال بليت ميزوديم مثل ما قلنا راح تنقسم السوماتيك ميزوديم والسبلانكليك ميزوديم. سوماتيك ميزوديم راح تنطينا السكلتون بط نوت اكزيال، ليش؟ لان الاكزيال منو ينطيه؟ باراكسيال ميزوديم، السكليروتوم اللي موجود بيه، شوفوا اكزيال. بينما السكيلتون الاخر اللي هو الطرفي البريفرال سكيلتون ينطينا يا منه سوماتيك ميزوديم، ايضا ينطينا بلورا بريكارديا بريتون، زين ينطينا ايضا المايوكارديا ريسبيراتوري تراكت ماسلز جات ماسلز، يعني هاي العضلات اللي موجوده جدار الامعاء، جدار القصبه الهوائيه والقصبات الهوائيه، جدار التراكيال، منين جايه؟ جايه من اللاترال بليت، سوري السبلانكنيك ميزوديم او الفيزرال ميزوديم. ايضا ينطينا الفيزرال ميزوديم بلورا وبريتونيوم وميزنتريز وابيكارديوم، بالاضافه الى بلد فازلز اند بلد سيلز. هذا الخريطه اللي شنو كل جزء من الميزوديم راح ينطينا. اخر شيء الاندوديم ات جيف رايز، يعني هسه عرفنا الاكتوديم شو ينطي، عرفنا الميزوديم وتقسيماته شويه معقده بس ان شاء الله تكون واضحه. وهسه نوصل للاندوديرم، it gives rise the epithelium lining of gastrointestinal tract. شو ينطي الابيثيليال لايننج؟ مو المصل، يعني ما ينطينا الجت، ما من اقول لك شو ينطي الاندوديرم؟ مو تقول لي gastrointestinal tract، لان gastrointestinal tract بها muscles، بها adventitia، بها epithelium، فمنين جايه؟ المصل جايه من السبلانكنيك ميزوديرم او visceral layer of lateral plate ميزوديرم. بينما اللايننج الابيثيليال لايننج هو اللي جاينا منين؟ من الاندوكرين. بعد الابيثيليال لايننج اوف ذا ريسبيراتوري تراكت، دي بارانكايما اوف ذا ثايرويد، يعني الماده الاساسيه للخلايا الرئيسيه للثايرويد، الباراثايرويد، الليفر والبنكرياس، جاي من الاندوكرين. ريتيكولار ستروما اوف ذا تونسلز اند ذا ثايموس، هذن الغده الزعتريه والتونسلز اللي هي اللوزتين، الستروما مو الخلايا، عكس البارانكيما الثايرويد والباراثايرويد والليفر والبنكرياس، هنا لا، الخلايا اللي الستروما مو الخلايا الاصليه، ايضا جايه من الاندوده. epithelial lining of the urinary bladder and urethra، urinary bladder واليورثرا ايضا ينطينا اياها الاندوده. و epithelial lining of the tympanic cavity and auditory tube،
اللي هي هاي قناة أوستاكي والأذن الوسطى، أيضا بطانتها منين تجي؟ تجي من الإندوديرم لايرز. شكرا جزيلا، أتمنى تكون المحاضرة واضحة إن شاء الله، وأدري محاضرتين دسمة وصعبة، بس إن شاء الله أنتم على قدر المسؤولية وعلى شطار إن شاء الله كلكم، وتأدونها بصورة صحيحة. هسه إن شاء الله أنا مستعد حتى أستقبل This session is no longer being أسئلتكم. recorded. إذا عندكم سؤال أنا راح أفتح المايكات، فعندكم مايك. Unmuted. Muted. سمول جروب ماكو، بس هسه يعني نقاش مفتوح على المحاضرتين اذا عندكم اسئله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور بلا صحه عليك. نعم تفضل بنيتي. ارجوكم واحد واحد اذا امكن. شو استفادوا؟ هم تشترين وهم هم رجاء مايكاتكم، رجاء مايكاتكم، اللي عنده سؤال يفتح المايك. دكتور بلا Q&A session has started. اللي عنده سؤال يتفضل، انا فتحت ال Q&A. ان شاء الله تسجيل محاضرة شو وقت ما اكمله ان شاء الله انزل لكم اياه باذن رب العالمين. اذا عندكم اسئلة استفسارات طبت الميزودم. نعم اوكي. احنا قلنا الاسبوع الثالث راح تتكون ثلاث طبقات، الطبقة الاولى هي الاكتوديم، الطبقة الثانية ميزوديم، الطبقة الثالثة الاندوديم. الازعاج او الصعوبة اللي موجود بالميزوديم هو وين؟ انه راح ينقسم قسمين، منو اللي قسمه؟ النوتوكورد والنيورال تيوب. قسمه الى قسم على جهة اليمين وقسم على جهة اليسار. طبعا انتم تخيلوا عزيزي، تخيلوا انه هذا الديسك راح يفتر ويسوي لنا جسم جنين كامل. شوي الامبريولوجي راد له ايماجينيشن. فنجي للميزودم، الجزء من الميزودم القريب من الميد لاين نسميه باراكسيال ميزودم، الجزء البعيد نسميه لاترال بليت ميزودم، والجزء اللي بالوسط نسميه انترميديت ميزودم. خلينا نجي نشوفه هسه هنا وين. زين يا ابي هو هذا من قصيناه بالطريقه هاي وعاين له، يعني مثل ما هسه عندنا ساندويتش نقصه بالنص وعاين له من الداخل. شو اشوف؟ اشوف عندي نوتوكورد ونيورال تيوب بالوسط، وعلى جانبي احكي على طبقه الميزوديم، على جانبي طبقه الميزوديم راح تتقسم تقسيم اضافي بالاضافه الى هذا التقسيم اللي سواه النوتوكورد والنيورال تيوب الى ثلاث اقسام حسب قربها وبعدها منين من النيورال تيوب والنوتوكورد. الميزوديم القريب من النيورال تيوب والنوتوكورد نسميه بارا اكزيال ميزوديم، الجزء البعيد نسميه لاترال بليت ميزوديم، والجزء الوسط نسميه انترميديت ميزوديم. الجزء القريب البارا اكزيال ميزوديم هو قطعه واحده بس، اللي راح يصير هو شنو؟ راح يسوي تكتلات سيجمنتيشن، يسوي لنا سومايت، جزء تركيب كروي من الميزوديم نسميه سومايت. اول زوج يطلع بيوم 20 من عمر الجنين، يطلع بالاوكسيبيتال ريجن بالمنطقه القحفيه من الجنين، بعدين يستمر يوميا تنطينا ثلاث ازواج من السومايت الى حد ما يوصل 42 ل 44. جزء من عتني يصير بيه ديجنريشن يتحطم، الباقيات فقط 31 زوج. هاي 31 بتكون مو عشوائيه وانما تناظر ال 31 سباينال نيرف. هاي السومايت راح تسوي لنا العضلات وأدمة الجلد والعظام
والأربطة لكل منطقة منطقة. لكل منطقة منطقة ممكن تشارك بتكوين عظم القص وبعض الأضلاع، ممكن تشارك بتكوين الفيرتبرا رقم 5، ممكن تشارك بتكوين الفيرتبرا اللمبر فيرتبرا رقم 4 وهكذا حسب مكان السومايت من الجنين، وتكون لنا العضلات ايضا القريبه من هاي المنطقه، وتكون لنا الديرمس يعني ادمه الجلد اللي موجوده بهاي المنطقه. اما الابيديرمس فهو مثل ما قلنا يكون الاكتودا مو الميزودا. فهاي هي السومايت. السومايت راح تنقسم الى قسمين، ديرمو مايوتوم وسكليروتوم. السكليروتوم راح ينفرط حتى يروح يسوي لنا العظام القفص الصدري وعظام الاسترنام وعظام الباك، عظام الباك بون والأربع اللي وياه والغضاريف. الديرمومايوتوم راح يكون جزء من عدة، ديرماتوم للديرمس ومايوتوم للعضلات أيضا لهاي المناطق نفسها كل حسب مكانه. هذا هو الكلام عن من؟ عن البارااكسيال ميزوديرم. نجي للانترميديت ميزوديرم. الانترميديت ميزوديرم راح يكون لنا هاي بالجدول اللي شفتوه، يكون لنا مثل اليوروجينيتال سيستم وهكذا. واللاترال بليت ميزوديرم ايضا راح ينقسم، ينطينا قسمين، قسم جسمي يعني راح يكون عضلات وعظام الجسم الطرفيه مو المحوريه، لان المحوريه من يسويها؟ الباراكسيال ميزوديرم السومايت اللي هي القفص الصدري مثلا والاسترنم والقص عظم القص وعظم الباك بون. بينما عضلات اليدين والقدمين من راح يسويها؟ راح يسويها سوماتيك لاير اوف لاترال بليت ميزوديرم. زين، هذا القسم الاول من اللاترال بليت. اللاترال بليت القسم الاخر اللي هو الفيزرال الحشوي او السبلانكنيك، هذا وين راح يروح؟ راح يروح مثلا يشارك انه يسوي لنا وول اوف ذا تراكيا، وول اوف ذا جي اي تي الامعاء والمعده. هاي العضلات اللي موجوده منين جايه؟ البلد فيزلز اللي موجود بيها منين جاي؟ جاي من السبلانكنيك ميزوديرم لاير اوف لاترال بليت ميزوديرم. اذا بشكل سريع عندنا ميزوديرم طبقه واحده بوجود النوتوكورد وال نورال تيوب انقسمن الى قسمين يمين ويسار. كل قسم من عندهم ينقسم الى ثلاث اقسام حسب قربه وبعده من النوتوكورد والنورال تيوب. القسم القريب سميناه انترميديت ميزوديرم، القسم البعيد سميناه لاترال بليت ميزوديرم، والقسم الوسطي سميناه انترميديت ميزوديرم. كل واحد ينطي مجموعة أنسجة وأعضاء. اللاترال بليت راح ينقسم إلى سوماتيك وفيزرال أو سبلانكنيك، وراح يسوي لنا بين ذن الطبقين التجويف. سوماتيك راح تكون لنا عضلات الخارجية للجسم مال البطن والظهر، عفوا مال جدار البطن. والفيزرال راح تكون لنا العضلات اللي موجودة داخل الأوعية اللي داخل جسم الإنسان اللي هي جي آي تي والتراكيا، والتجاويف اللي بينات اللي تحمل الاعضاء اللي مثل تجويف القفص الصدري وتجويف البطني وتجويف الحوض. ارجو ان تكون واضحه المساله. نوتوكورد، توضيح النقطه الثالثه من النوتوكورد. درايف نيوريليشن، اوكي هذا من شوف هنا بعد اوكي يشوفون هذا النوتوكورد من نزل من البريميتيف بيت وصعد لحد ما وصل الفيوتشر ماوث الباكوفرنجيال ميمبرين. شنو اللي فوق النوتوكورد؟ فوق النوتوكورد طبقه منين؟ من الاكتوديرم. من يمشي جواها النوتوكورد راح يحفز هاي الطبقه حتى تسوي لنا نيورال تيوب. اذا تشوفون هاي الصوره، شوفوا هاي الصوره، شوفوا هنا ليش صارت، ليش صار جاي، شو الجاي من اليمين واليسار جاي ترتفع وبعدين ترتفع تلتقي بالوسط وتسوي تيوب هنا، تصير نيورال تيوب. هذا النيورال تيوب راح ينفصل وينزل جوا الاكتوديرم. شنو اللي سواه هيك خلاها ترتفع اطرافها يسوي لنا نيورو ابيثيليال سيلز؟ انه جوا هاي المنطقه اكو نوتوكورد يحفزها حتى تسوي لنا نيرفس سيستم. راح اول مره يصير على شكل جروف، بعدين تلتقي حافات هذا الجروف يصير تيوب، تنسد حافات الاماميه والنهائيه، يصير لنا نيرفس سيستم، بعدين يصير البرين والسباينال كورد. واضح؟ هذا هو النقطة، هذا معنى النقطة الثالثة من النوتوكورد. درايف نيوريليشن، يعني يحفز الاكتوديرم حتى يسوي لنا نيرفس سيستم، سنترال نيرفس سيستم. سلايد رقم 20، سمري.
السمري ليش اكو شو وقت يصير الجاستروليشن شلون يصير وليش يصير لاني يعني اجابه عن اسئله سمري للجاستروليشن 21 سلايد 21 هو التكلم عن الفيلاي يعني اذا تذكرون بالمحاضره السابقه قلنا بيوم 13 راح تصير برايمري فيلاي فينجر لايك بروجكشن اصبعيه تدخل داخل السنسيشوتروفوبلاست حتى تزداد المساحه السطحيه للتبادل بين دم الام واوعيه الدم اللي موجوده بالبلاسنتا بالمشين فزين هاي اول شيء الاصبع برايمري هي تتكون منين اول مره صارت الاصابع بعدين تصير بها فانكشنينج صارت الاصابع تتكون من سايتوتروفوبلاست محاط بسنسيشوتروفوبلاست وبعدين شلون نسميها سكندري اذا دخل بالوسط اكسترا امبريونيك ميزوديرم منين اجانا اجانا من هاي الخريطه الكودال موست بارت بريميتيف ستريك اكسترا امبريونيك ميزوديرم من الخلايا اللي هاجرا فدخل بالبرايمري فيلاي فسماها صارت سكندري فيلاي اذا هسه السكندري فيلاي تتكون من اصبع شكل اصبعي داخله اكسترا امبريونيك ميزوديرم محاط بسيتوتروفوبلاست محاط بسنسيشوتروفوبلاست شو وقت نسمي تشري اذا الميزوديرم بدت تتخصص تتكون بيها بلاد فيزلز كابيلاريز وفيزلز داخل هاي الاصابع حتى تسوي تبادل مع دم الام هنا بهالمرحله ايش راح نسميها تيرشري فيلاي وهي المرحله النهائيه المن للفيلاي الموجوده او البروجكشنز الاصبعيه الموجوده فعندنا برايمري فيلاي سايتوتروفوبلاست محاط بسنسيشيو وعندنا سكندري فيلاي اللي هو كور اوف ميزوديرم محاط بسايتوتروفوبلاست وسنسيشيو تروفوبلاست وتيرشري فيلاي هي ميزوديرم بها بلاد فيزلز محاطه بسايتوتروفوبلاست محاطه بسنسيشيو تروفوبلاست واذا تشوفون الصوره راح تقل الى حد كبير اعداد خلايا التروفوبلاست وتجي الخلايا مباشره تقريبا مثلا هسه هذه البلاد فيزلز تقريبا مباشره مع السنسيشيو تروفوبلاست حتى تقل الطبقات اللي هي بين الدم اللي موجود بالهاي الفيزلز ودم الام حتى تسهل عمليه الديفيوجن وانتقال المواد المفيده والمضره من والى الام. اذا عندكم سؤال اخر انا هسه راح افتح الاصوات بس ارجوكم يعني اذا واحد زملائكم فاتحه سدوا الاصوات حتى نقدر نستمع لكم. Q&A session is over. Unmuted. Muted. هسه حاليا اللي عنده سؤال يفتح المايك ويتكلم. محاضرات ادري بهن مو سهله بس ان شاء الله تسهل وانتم ايضا راح تقرون وتعيدون قراءتهن وان شاء الله خير. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام بنيتي. ممكن اسمه سلايد رقم 34 الرسم. سلايد رقم 34 نعم دكتور هذا بنايتي شنو ايش بيه سلايد رقم 34 ممكن فقط الرسم توضيحه اوكي الرسم هو نفس الرسم لو نجي لهنا هسه خلينا نشوف لو نجي لهاي الصوره هذا نفسها صوره الرسم توضيحي هي نفسها هاي الصوره هذا النوتوكورد وهذا النيورال تيوب وهاي السومايت هاي البارا اكزيال الباراكسيال ميزوديرم نفسها راح تنقسم الى قسمين قسم نسميه سكليروتوم وقسم نسميه ديرمومايوتوم لو نجي للصوره اللي سالتي عنها راح تتخصص اكثر الديرمومايوتوم راح تصير بيه جزئين اساسيات اسمها ديرماتوم تسوي تكون لنا الديرمس اوف سكن والمايوتوم تسوي لنا عضلات المسلز اللي موجوده يعني بهاي المنطقه والسكليروتوم راح يسوي لنا العظام اللي موجوده بالسكيلت اكزيال سكيلتون فهي بالضبط نفس هاي الصوره نفس هاي الصوره بس بصوره اكثر تعقيد سومايت تنقسم الى قسمين هي سومايت بارا اكزيال ميزوديرم تنقسم قسمين ديرما مايوتوم وسكليروتوم وبعدين تنقسم تصير ثلاث اقسام ديرموتوم وحدها ومايوتوم وحدها وسكليروتوم وحدها وكل جزء من عندها راح يشارك بتكوين جزء اما من الديرمس يعني أدمة الجلد بهاي المنطقه او عضلات هاي المنطقه او الجهاز العظمي المحوري بهاي المنطقه ان شاء الله واضحه تمام شكرا اهلا وسهلا بنيتي اذا سؤال اخر
إذا عندكم سؤال آخر. السلام عليكم دكتور. عليكم السلام. دكتور ممكن إذا تعيد سلايد 37؟ سلايد 37. هذا سلايد 37. اوكي شوف عيني، عندنا اكو شيء اسمه معنى مصطلاحي. معنى اصطلاحي يعني شنو؟ يعني ممكن نفس اللفظه بعلم معين لها معنى، وبعلم اخر نفس اللفظه لها معنى اخر. فمن انا اجي لعلم الاجنه من اقول ديرماتوم او اقول مايوتوم، شنو معناها كوني انطلق من علم الاجنه؟ هنا شنو المعنى؟ المعنى انه جزء من السومايت اللي جايه من البارا اكزيال ميزوديرم الديرماتوم اللي راح تكون ابيديرمس. اما المايوتوم فهو ايضا جزء من السومايت اللي من البارا اكزيال ميزوديرم اللي راح يسوي لنا شنو؟ مصلز بهاي المنطقه. زين، هذا نتكلم عن علم الاجنه. نجي بعلم الطب اللي مثلا علم العضلات والاعصاب، اجي طبيب قال لك يابا افحص لي الديرماتوم لفلان فلان عصب او المايوتوم لفلان عصب. شو يقصد هنا الطبيب؟ ما يقصد بها معناها الجنيني اللي هو الديرماتوم هو جزء من السومايت، لا، يقصد انه هاي المنطقه من اقول ديرماتوم طبيب الاعصاب مثلا جزء الجلد اللي يجهز بنيرف رقم مثلا 5 او نيرف رقم 6 سباينال نيرف، واضح؟ فنسميه شنو هذا المكان اللي يجهز هذا النيرف؟ الديرماتوم اوف سباينال نيرف 7. او يجي يقول لك لا افحص لي العضله اللي يجهزها السباينال نيرف رقم مثلا 5. فانت شو نسميها هاي العضله او مجموعه العضلات اللي يجهزها هذا النيرف؟ نسميها مايوتوم. فاذا من اقول ديرماتوم ومايوتوم بالديفلوبمنتال ساينس يعني بالعلم الاجنه راح اعني بيها اجزاء حقيقيه منين؟ من السومايت اللي هي جزء من البارا اكزيال ميزوديرم وهي جزء اساسي من الميزوديرم. اما من نجي علم اخر اللي هو علم الطب، علم طب الاعصاب والعضلات مثلا، من اقول ديرماتوم معناها جزء الجلد اللي يجهزه عصب معين، او العضله او مجموعه العضلات من اقول مايوتوم اللي يجهزها عصب معين. ان شاء الله تكون واضحه بيدي. والله دكتور مشكور. اهلا ومرحبا. اذا عندكم سؤال اخر. اليوم ماكو سمول جروب، فهو هاي اسئلتكم عن المحاضرات هي السمول جروب. ايضا لا يفوتني ان انبهكم عن شيء، ان شاء الله من الاسبوع القادم فصاعدا راح تكون عندكم كوزات بالاسبوع السابق، يعني الاسبوع الجاي ان شاء الله عندي محاضرة الأخيرة من الأجنة ومحاضرة أخرى الدكتورة راح تنطيكم إياها دكتورة إيما. فأيضا توقعوا أكو كويز سؤال بمحاضرتين اليوم، واحتمال تضاف لكم محاضرة ثالثة. محاضرتين اليوم ومحاضرة أخرى بعدين الدكتور صالح يحدد لكم إياها، راح يكون بها كويز، وهذا كويز باعتبار أنه صار عندكم درجة سعي ويادي. فجزء من الأشياء اللي راح تحسب لكم هي هاي الكويزات أو الامتحانات. الأسبوع القادم إن شاء الله راح تكون امتحان بهاي المحاضرتين مال الاجنه. خلال هاي الاسبوع في اي يوم تقدرون تتواصلون وياي اذا عندكم سؤال او استفسار، ان شاء الله كوز بسيط وسهل، وهي نفس الاشياء اللي تكلمت عنها وركزت عليها، هي عباره عن اسئله. يعني انا طريقه اعطاء المحاضرات هي طريقه اسئله اكثر مما هي طريقه عرض. السلام عليكم دكتور. الامر واضح. عليكم السلام. ارجو انه هذا يعني هسه الطلاب مو هواي من عندهم طلعوا، فارجو انه يكون تبليغ لكل الطلاب انهم من الان فصاعدا الاسبوع القادم واللي بعده راح تصير امتحانات بالمحاضرات اللي اخذتها بالاسبوع السابق. الاسبوع القادم هاي المحاضرتين الاثنين ان شاء الله اكو امتحان بسيط ان شاء الله قد ربع ساعه او ثلث ساعه تمتحن. امتحان الكتروني. العفو اكو احد من زملائكم تفضل. جنين بياشر يصير بيروت يعني. شنو قصدك الروح؟ عرف. لا شوف عزيزي، انا ادري انه سؤالك منطلق من باب شرعي. التحديد الشرعي ما له علاقه بالتحديد العلمي. اتصور انه التحديد الشرعي يسمونه ولوج الروح اذا العضلات تقوم تتحرك.
العضلات تقوم تتحرك، وعادة هاي شو وقت تبدأ؟ بالشهر الثالث أو الشهر الرابع من الأم تبدأ تحس بحركات الجنين مالتها. ليش يقولون أنه ولجته الروح بالشهر الرابع؟ شنو يعني ولوج الروح؟ أنه تكون أكو حركات لهاي العضلات اللي موجودة. أما الروح فهي موجودة في كل خلية حية، هي موجودة نوع من أنواع الروح. أما الروح الشرعية اللي هي لها أحكام خاصة إذا صار إسقاط أو سقوط قبلها وما بعدها، فهاي تحديدات شرعية. أرجو أنه تكون واضح عندكم، أنه لا تصير خلط بالمفاهيم. مثل ما قبل شوية تكلمنا عن الديرماتوم والمايوتوم اللي هو بين علم الأجنة وعلم الأعصاب والعضلات، أيضا أكو فرق من نقول الروح أو السبيريت أو الفانكشن أو whatever name من أقوله بعلم الطب مثلا وبعلم الشرع. من يقول الحاكم الشرعي أو الفقيه أو المفتي أنه ولجته الروح، ما يقصد المعنى الحرفي العلمي إلها، يقصد معنى متداول معروف هم محددي، هم منطينا تعريف. قبل شوية قلت لكم مصطلحات، المسألة مسألة مصطلحات، ليس الخلط بين المصطلحات. فولوج الروح بالتحديد الفقهي قد تختلف بين الفقهاء، بس عادة يسمونه بالشهر الرابع. وإذا عرفنا شنو اللي يصير بالشهر الرابع فهو حركة الجنين المحسوسة من الأم، فهذا معنى ولوج الروح. وإنما مثلا القلب يعني ضربات القلب الجنين شو وقت تبدي؟ بعمر الجنين 22، عمر الجنين 22 يبدي قلب الجنين 22 يوم يبدي الجنين بضربات القلب. فشنو مثلا تريد تسمي ولوج الروح بداية ضربات القلب باعتبار أنه أكو أجهزة تكشف هاي الضربات بصورة مبكرة، أو تقول مثلا لا ما نعتمد على هاي الأجهزة وإنما نعتمد على العرف. العرف يقول أنه شو وقت تحس الأم بجنينها يتحرك؟ عادة الشهر الثالث نهاية بداية الشهر الرابع. فهاي الفروقات وليد. الله يسلمكم. إذا عندكم أسئلة أخرى وليد بالتوصل الحاضر. عفوا صوت مو واضح. إذا عندكم إذا سؤال صعب تتكلمون به ممكن أنا جاي أتابعه الآن أو ممكن بأي وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سلايد رقم مش قد نيتي؟ 17. هذا؟ ايه هذا تقصدي بنيتي هذا؟ نعم. اوكي. احنا قلنا البريميتيف ستريك اللي يصير بالكودال بارت اوف ذا امبريونيك ديسك، هذا هو ميناء، هذا هو مطار. اذا مسافرين وتقولون يا بطيارتكم انتو طيار الفلانية المغادرة الى فلان اتجاه، روحوا لها من البوابة الفلانية، ما يصير تروحوا لها من البوابة. نفس الشيء هنا البريميتيف ستريك راح يتقسم على شكل بوابات، كل بوابة راح تهاجر من خلالها الخلايا تروح الى مكان محدد ومعين، مو بكيفها راح تروح. فالخلايا مثلا اللي تنزل من البريميتيف بيت راح تشارك بيمن تصنيع النوتوكورد. الخلايا اللي راح تهاجر من خلال الجزء الاعلى من البريميتيف ستريك راح تكون لنا البارا اكزيال ميزوديرم. الخلايا اللي راح تكون من الجزء الوسطي